كان تصرف جميل من خلفك. اكيد احنا اهلا بالنسبه لي مدرب، انا اخ لهم كبير وابوهم، يعني اكيد اللاعب يزعل لما تصير معها اقول انا تغيير، ولا اللاعب الانصاب كذلك سامر انا زعلت عشان يعني كان بامكانه يضل في الملعب من تدخل الحمال عشان نكسب وقت الحظر الطبيعي، كان اخر اجزاء عندنا مباراتين، مباراه مهمه انا اتعامل مع ظروف المباراه، مع عندي مباراه مهمه كمان مباراه في الكويت اللي هي مهمه جدا جدا، يعني بتخلينا نرجع في المنافسه ان شاء الله، يعني نكونوا عند حسن ظن جماهيرنا وان شاء الله يعني قادرين صراحه، يعني بما هو شوف نتيجه مباراه الكويت مهمه جدا، يعني نفوز خلينا في المراهنه، وبعد يعني مشوار مازال طويل، يعني ظل 7 مباريات ان شاء الله، يعني قادرين انه نحقق حلم كل فلسطيني بالتواجد يعني في نهايه كاس العالم ان شاء الله. مشكور، شكرا.